ضربة زاوية اللاعب حامد حينفذها. اعتقد اللاعب حامد لا زال هو اللي جنب الكرة، حيضرب الكرة وحتلها سلمور، والان حينفذ ضربة الزاوية. تلعب ضربة الزاوية عالية، الله شوف نلاحظ الله الى او لا زالت الكرة في الملعب، الله خطرة خطرة جدا تروح الى الاوت. وين اخليه على السين؟ لا انا بفتح السيارة في الركام، ما اقدر شلون اشوف، لازم باع بيه. نرجع الان الى اللاعب عماد عادل متقدم بالكرة ويلعب الله الى عادل صبار، لا زالت الكرة معه الى اللاعب ليث. ترجع اللاعب لؤي مصطفى الى قدام حامد متقدم ومع اللاعب الين، الله الين اللي كان يعلق بالمباراه قبل شوي، وهذا اللاعب حامد وخطره وتلعب الله 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 الله. ترجع الى حامد، نعم 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 حامد هيثم عوده، لا زالت الكره في الملعب ويحاول اللاعب اسمه هذا ها؟ نعم اللاعب ليث، لاعب ليث كان المفروض يكون بصف رابع لكن قاعد بالثالث، ان شاء الله احنا هم نقعد بالثاني مو مشكله. وهذا اللاعب عماد ومعه اللاعب الين وضر الله الله شوف يعني كره جميله الى الاوت. نعم تعليقات اللاعب خلدون ماذا خرجت من المباراه؟ لا منو عرضك للكسر؟ اي لاعب؟ لؤي مصطفى عرض اللاعب خلدون للكسر. نرجع الان الى المباراة، وهاي كرة بيد عماد عادل النجم المتألق لاكثر من مباراة على التوالي، ولا زالت الكرة معاه. ونرجع مع اللاعب ليث من فريق الرابع، والله تلعب الكرة والله جميلة. ترجع الى اللاعب الان عمار عماد يستلم الكرة، كرة ملعوبة لا زالت عمار عماد ما زال يحول الى اللاعب الين غازي يقطعها، ولكن محمد ما اعرف شنو اسم ابوه محمد يشوت الله الله يلزمها الجولشي المتألق توفيق في الشوط الاول والثاني على التوالي. وتشات الكرة في رأس أحد عماد عادل يقطعها اللاعب لؤي يقطع يحول الكرة إلى اللاعب ما أعرف اسمه. ولا زالت الكرة داخل الساحة، ونلاحظ اللاعب حامد ماخذ الجانب الأيمن الجناح الأيمن، وهذا اللاعب أحمد علي. نلاحظ اللاعب ليث اللي هاي حكينا عليه قبل شوية. ترجع الكرة الى لؤي يحاول يشوت، لؤي يشوت بالفعل وتروح الى عادل صبار يستلم الكرة، هجمة مرتدة لصف الثاني فريق الثاني الكترونيك، وهذا احمد قاسم في اللعبة. وترجع الى اللاعب ما اعرف اسمه، ترجع الى لؤي وهذا اللاعب دب يستلم الكرة دب الله 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 ياخذها اللاعب المستشوش محمد مكية. اي اللاعب المستشوش، وهذاك يرجع ليث باللعب في اللعب الكرة عالية لا زالت في الملعب، يقطعها هذا شو اسمه خالي فارس، وهذا هيثم عودة ماخذ الكرة ومحاولة تشويش على اللاعب هيثم عودة، لكن تقطع الكرة من لاعب فارس من الصف الرابع. نعم ترجع الى زياد، ولؤي يشوت الكرة، ترجع الى محمد مكي اللاعب المستسوج، هذا الله طالعة غير متوقعة من اللاعب محمد مكي لكن
ضربة مال اسمال لغية جيدة. هذا مو ضدهم، شو رجعها للقوس محمد مكي. طبعا نظرا للظروف الغير مناسبة فلجنة التصوير احدها اشترك في المباراة لان شحب الوعيب واستلمت اني التصوير والتعليق في آن واحد، فنرجو اعذارنا عن بعض الاخطاء الفنية التي تحصل اثناء التصوير. ونلاحظ هناك بيك اب من السويتشات، نلاحظهم مصابين بداء العظم. نعم، والان نرجع الى المباراة. اللاعب عندنا الانغازي يحول الى تنقطع من اللاعب لؤي يحول الى عمار عماد يتقدم بالكرة، يحول يقطعها اللاعب احمد علي نشوفه متقدم محمد الى الله الجولكي المتألق برجله. اي وهذا عماد عادل يشوت بالكرة، وين راحت الكرة؟ هيان هالكرة. اي شوف هذا ليف يحاول يشوت ويرفع، لا والله مناول ارضية الى عمار عماد اللاصت كلها عمار عماد. اي مناظر مال من علي طبعا تجزي شك حارة يا الساعز. تلعب الكرة عالية ترجع الى اللاعب فارس، واحمد قاسم يتقدم بالكرة، لكن احمد قاسم لا زال امام الكرة. الله، محاولة جميلة من اللاعب احمد قاسم، يرجع الى هيثم عودة يستلم الكرة ويتخلص من اللاعب وتحويله، لكن الى الاوت. ضربة زاوية ضربة زاوية حينفذها اللاعب هيثم عودة. خرب عن لعبة الكرة. ولا زالت الكرة خطرة. الله، فاول اللاعب هيثم عودة. محمد مكية لا مستحيل ينفذ الضربة. عماد عادل ينفذ الكرة تلعب الكرة. لا زال دبي لؤي يستلم الكرة، لؤي يتخلص من لاعب والثاني ولا زالت معه الكرة. الله، يحاول يشوت الآن، رفع مناولة جانبية يقطعها اللاعب أحمد قاسم فاول. أحمد قاسم يلعب الكرة، يستلمها اللاعب الانغازي بالرأس. محمد مكية بلقة حلوة، الانغازي فاول لعبة الكرة. من يدري عليه من الفاول، لكن اللاعب عماد بينه وبين دبة، لكن لاحظ الكرة راحت الى الارض. شنو يتنفذ الفاول الان، شوته الى اللاعب حامد، استلمها اللاعب حامد امام اللاعب احمد علي ومناولة الى اللاعب احمد علي يشوت. الله، ترجع الى عمار عماد يشوت، لكن تصطدم اللاعب احمد قاسم بشير مع احمد محمد مكية، وفي خطأ اللاعبين نحب نقول لاعبين من فريق واحد يتعاركون على الطابة. ايه نعم، هذا اللاعب احمد قاسم. الانغاز يطلع واحد ومستمر امام الكرة، ويلا يخلص من واحد. عندنا
زياد الله ألن ألن يتألق طبعا. أحب أقول ألن إنه لجنة تصويرية وأشوف أكثر من لاعب عليه ويتخلص منهم. الله الله ومناولة جميلة لمحمد مكية والله لازم يا ولكن سخيفة ترجع إلى حارس المرمى. أقول لك ضربة بالرأس بشير يستلم الكرة عماد عادل متقدم عماد يحاول يتخلص ويشوت لكن تصطدم دبة يشوت الكرة من زرفت ترجع إلى محمد. محمد يتقدم بالكرة ويشوت الله 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 النقط بعجوبة من أمام المرمى ينقذها المدافع هيثم عودة المتألق في أكثر من مباراة. قلب الدفاع لفريق الصف الثاني والأول العام السابق اشترى فريق الثاني بعشر دراهم والآن كرة أوت. أقول لك يا هذا زياد شو يسموه؟ غزالة ها؟ غزالة لا لا ما أدري شو يسموه زياد هاي المنابر راح أحطها خليها بس يا الباقي بس قاعد عليه هي ما شيء قاعد عليه. اللاعب محمد مكية الآن بالمباراة ويشوت يستلمها اللاعب عادل صبار. عادل صبار وعاطى من اللاعب دبة هذا فالح بلع يا طبس والآن اللاعب أحمد قاسم الله يطلع واحد والثاني ونشوفه هجمة لكن يقطعها أحمد علي. أحمد علي يقطعها لا نعم نلاحظ أحمد قاسم يشير إلى أن اللاعب أحمد علي خوف فعلا يعني ونلاحظ ضربة 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 جميلة. عادل صبار يستلم الكرة وخلف اللاعب دبه ويحاول يتخلص من واحد والثاني ولؤي لكن ترجع خفيفه الى حارس المرمى. كره الان عمار عماد يشوت محمد مع اللاعب هيثم عوده ويشوت لكن الى الاوت بدل من حتدخل ضربة مرمى اللاعب ضربة المرمى إلى اللاعب أحمد قاسم مرة ثانية يستلم الكرة. أحمد قاسم يلعب كرة عالية ترجع إلى اللاعب خلدون. خلدون نزل إلى المباراة مرة ثانية ومناولة لأحمد قاسم وخلف اللاعب ليث ويتخلص منه ترجع إلى محمد يقطعها فارس. فارس إلى ليث لكن خلدون الله خلدون ويتعثر وتكمل فارس. لازات رجعت إلى خلدون زياد يحاول يصده ويقطعها حارس المرمى لكن لازات في خطورة. عادل صبار يحاول يهدئ اللعب لكن يقطعها اللاعب ليث. حامد مرة ثانية ليث العفو لؤي خطتي وأحمد علي يحاول عماد عادل يحاول يخلص الكرة لكن لا زالت بخطورة إلى الأوت. والله دعبلة جميلة دعبلة جميلة اللاعب أحمد علي كرة بالجول شوية أعتقد سقط الجول في توفيق. نلاحظ نعم دا صور هلا حتخلص ابوي اكو وقت بس ماكو حق. اللاعب محمد مكية اللاعب عماد عادل حيضرب الكرة كما نلاحظ. عندنا لاعب يحاول الدخول من دون جدوى اللاعب سرمد في اللعب الكرة. عندنا هيثم عودة مناولة الى زياد يقطع لا زالت الكرة فيها خطورة. خلدون يستلم كرة ودب قدامه والله تنقطع الكرة من لاعب فارس. عمار عماد يستمر عمار عماد متقدم الله يحاول لا 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 هدف جميل هدف جميل الله الله هدف جميل يسجل اللاعب عمار عماد بعد غياب طويل عن الملاعب بسبب إصابة تعرض لها في الجهاز الهيكل.
الان من ضربه من مركز الساحه نظرا لتسجيل هدف من قبل الصف الرابع على الصف الثاني. يلعب احمد قاسم الكره ادمن عند هيثم عوده يقطع عادل صبار الكره يمه حامد يحاول احمد علي يستلم الكره يحول تروح الى محمد وخلدون اشتباك يقطعها اللاعب عماد عادل ترجع الكره الى عمر وعمار لكن الى الارض اللعبة الرامية عمار عماد مع اللاعب ليث يتخلص من واحد لا زالت الكرة معه يحاول يرفع تخطي اللاعب خلدون ترجع الكرة الى اللاعب عمر وين اللاعب عمر هيان يعني اللاعب عمر عمار عماد العفو ألن غازي خلدون عماد عادل عماد يحاول لك الله شوته جميلة لكن أحمد قاسم يستلم الكرة أعتقد ضربة زاوية أحمد شوت الكرة تلعب ضربة الزاوية عالية إلى ليث يستلم الكرة هنا عماد الله 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 لا زال في خطورة تلعب الكرة إلى وسط الساحة هيثم عودة يستلم الكرة في الرأس معه حامد وهيثم حامد نلاحظ لا زالت الكرة مذبحة صارت حول الكرة لاحظ هنا اللاعب ألن هو اللي كان بهيئة التصوير سقط تعرض للكسر وهذا اللاعب أحمد غاسم يراوغ دبه يحاول دون جدوى لكن ترجع لأحمد غاسم وخلدون ولكن إلى الأوت ألن هذا زياد شو سميته زياد شو تسميه؟ جلب ايه ضربة مرمى لصالح احمد علي نفذ الكرة عالية بعيدة تروح الى محمد مكي عماد عادل يستلم الكرة يطلع اللاعب دبة وخلدون يقطع عليه احمد قاسم وليث اشتباك خلدون مرة اخرى يستلم الكرة تنقطع الكرة من احمد علي الى عمار عماد يتقدم بالكرة مناولة جميلة الى حامد حارس المرمى توفيق يطلع الكرة منافسة بين عمر وحامد ويقطعها عمار عماد العفو ولكن توقف اللعب لخطأ فاول ضد اللاعب حامد ويقول والله ما سويت له شيء مع انه كذب يعني شوف اللاعب توفيق جتيل حاله لكن ما مبين بالصورة تلعب الكرة عماد عادل وفارس يرجع كرة الى لي عمار عماد حول كرة الى عمر دفاع الصف الثاني وهي مناولة الى عمار عماد مرة ثانية يجي للاعب خلدون من الخلف ويقطع خلدون لكن دفع وبالصدر الله كرة الان وحدها بشير يقطعها اتعوق اللاعب بشير نظرا لصدمة مع دبه صدمة تأذي يعني حيل تعذرني يعني نرجع الى عمار عماد يلزمها حارس المرمى تلعب الكرة عالية كرة فيها خطورة
محمد مكي يقطعها عمار عماد. عمار عماد يحاول الى لي، ليس يحاول يتخلص من واحد والثاني يقطعها دبه يبلق الى الاوت، وليس بالراس وريقي نشف. وهذا اللاعب محمد تشيكن كانسل، احد اعضاء تشيكن كانسل. ايه والله، ويراوغ ويراوغ ويحاول ويخلص من واحد، والله لا 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 ضربة جميلة من اللاعب احمد عادل، احمد علي. لا ضربة زاوية ينفذها اللاعب عمار عماد. تلعب ضربة الزاوية، الله يلزمها الجولكي المتألق في هذه المباراة، حارس المرمى المتألق توفيق يشوت الكرة، يستلمها اللاعب فارس يرجع إلى لؤي، لؤي يشيل الكرة عالية، يستلمها عادل صبار بالرأس، خلدون يستلم الكرة، مناولة إلى أحمد قاسم، أحمد قاسم يشيل كرة، الله عماد عادل صدم بينه وبين حارس مرمى، يستلمها لؤي من جديد. طبعا من اللواعب المتألقين في هذه المباراة اللاعب لؤي واللاعب عماد وأحمد قاسم، يعني الكرة وعمار عماد كذلك الكرة يعني يستلموها أكثر من مرة في خلال فترة وجيزة. ونلاحظ احمد علي شوته بعيدة الى الاوت، يقولون ما طلعت، ويكمل اللاعب حامد اللعب، مناولة الى لا على التعيين، يستلمها دبة يقطعها عماد عادل، ونشوف كرة، الله عماد عادل متقدم بالكرة، والله لعب جميل لعب جميل، يطلع واحد يطلع فارس، مناولة جميلة وشيلها، لا خلدون يعني فرصة لا تعوض، يعني فرصة جميلة بعدها، يعني كريم صدام ما سواها، يعني خلدون يعني لاعب متألق، لكن بهالمباراة تعرض لإصابة، فلذلك لا يظهر بالمستوى الذي نعرفه. لاحظ كليتنا افق، وهذا جلب ايد الكرة، واعتقد انتهت المباراة، ما نعرف. الكرة عادل صبار يستلم الكرة، ما نعرف لعب، لا ما ندري شو قصة اللافت، لؤي يشوت الكرة، محمد وبشير، الله 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 الله، خطرة خطرة من جنب العمود، نصفه يلفذها اللاعب هيثم عودة، تلعب الكرة يستلمها اللاعب أحمد غاسم، يتخلص من اللاعب أحمد علي،
حركة بديعة قدمها اللاعب أحمد قاسم، يستلمها اللاعب خلدون، مع الأسف لعب الصف الثاني جميل جدا لكن النتيجة هي فوز الصف الرابع. وتحويله أعتقد هو كان يعني هاي اللعبة سواها على مود يفوز الصف الرابع، لأن خطيها آخر لعبة مو يعني ما يصير يخسروهم يعني. فبيني وبينكم هي النتيجة معروفة من قبل ما تبدي المباراة يعني، مثل الدوري يعني مالت العفو. ايه اللعب حامد واحمد قاسم تلعب الكرة الى الجانب البعيد، واحمد علي يترك كرة الى حامد، حامد يشيل كرة ويستلمها الحارس المرمى توفيق. لا زالت المباراة مستمرة في آخر دقائقها. الله، وهذا أحمد قاسم خلفه اللاعب ليث، يحول إلى خلدون دفع مع يستلم الكرة مرة ثانية، وخلدون يراوغ يحاول يتخلص لكن يقطعها اللاعب ليث، العفو لؤي يشوت كرة بعيدة إلى الجانب الآخر، يستلمها عماد، ومرة ثانية عماد عادل في الأفق ياخذ الكرة الى خلدون مناولة جميلة. وين الكرة اللاصق؟ هاي الكرة يعني ترجع هجمة مرتدة يعني بسرعة فائقة، عمر من الدفاع الصف الثاني يشيلها، يستلمها عمار عماد يتقدم بالكرة، الله، ويشيل الكرة، الله، بشير بالرأس، لكن ترجع للاعب ليث من فريق الصف الرابع محمد يراوغ يحاول يناول، يستلمها عادل صبار بلقى، ما حد شاف عادل صبار، لا زالت الكرة معه، يحاول يطلع دبه الى محمد مكية، اللاعب الغير متألق عمره ما حيتألق، ويقطعها اللاعب فارس من اللاعب محمد فارس، يزلك ابو الزوالي، الله، ترجع الى هيثم عوده. احمد غاسم اليوم هو اللي جاب لنا الكاميرا على مود يصوروا له، والسلام عليكم ورحمه الله. لا زالت المباراه يعني الانغازي الى خلدون يرجع الى يقطعها عمار عماد يحول الى احمد علي متقدم بالكره، يطلع لهيثم عوده، يتخلص من هيثم عوده، لا زالت كره عند احمد علي، يناول الى عمار عماد وشوته، الله، وينقذها حارس المرمى، يعني تألق توفيق في هذه المباراة، يعني حارس مرمى غير طبيعي، اعتقد حينسحب لمنتخب الصف او يا منتخب الالكتروني. نلاحظ احمد علي في الافق، ما نعرف شو القصة، وحيكسر لنا الكاميرا، لا، من جنب الكاميرا، وانتهت المباراة، اعتقد ما انطونا علم انتهت المباراة. اعزائي المشاهدين نشوف جلب ما مصدق، ونلاحظ تعانق بين اللواعيب احمد قاسم، ونشوف يعني الروح الرياضية تبين، يعني الله انظر الى الروح الرياضية، هذا ما لذة التصوير، غدرنا خياني طبعا اللعبة كلش حلوة رغم اني سعد كانت. اي شوف هذا اي بوي شوف روحه رياضية، انه ودعنا رابع لهذه السنة بهذه المباراة، طبعا خير ما نودع به رغم انه لعبنا احسن. يا الله ولاحظ شوف هذا حيا بلا شيء بس ارجع واقول انه كاميرتنا احسن، احسن كاميرتكم، وعدنا معلق بوي، نشوف اللاحظ راحوا يشربون ماي. اسمع هلا تصحى هذه كانت عطسه، نلاحظ يعني اخر لقطات كليتنا، شوف هاي السياره اللجنه التصويريه الاخرى، وهذا الباتري على الشحن، ايه نلاحظ يعني جماعتنا جايين يلمون الستاندات، وعادل صبار في الافق راح يشرب مي، وهناك بشير هو وفانيلته التعلاقه، ايه هو في الافق بالسياره بعد، ها؟ ما يجي هذا حس كليتنا في الأفق، محمد مكية السويد، لاحظ محمد مكية، يلا ما يشرب ما يسمى، لاحظ طفي إيه.
طيب Thank you.
Vendre des roses ou autre chose.
C'était toujours la fête.